يعني في بعض أصدقاء كمان منهم أستاذ أنس منهم أستاذ صلاح شاهين قال لي يا عبد الحليم أنا كنت أفضل إنك أنت حاجة من اتنين، يا تسيب المسرح وتمشي يا إما تفضل واقف لغاية ما الناس اللي دفعت فلوس هي اللي هتطلع الناس دي. أنا يمكن ما كانش عندي أعصاب أتحمل ده، وكان عندي خوف على العمل اللي أنا بقدمه، ولذلك قلت بس بقى. وبس بقى دي عمرها ما كانت جريمة ولا عمرها كانت شتيمة أبدا أبدا. وبعدين أقول لك ده بيشرب مية، طب هاتولي تسجيل من أول ما طلع التلفزيون أنا ما بشربش فيه مية. أنا باخد دواء أستاذ طارق بينشف ريقي، المطرب مش لازم ريقه ينشف وهو بيغني، فأنا بحط جنب مية. أخد الواحد ده الخطبة، ده لما واحد بيخطب بيحط قدامه كوباية مية، فما بالك اللي بيغني وبيحرق دمه مش عايزين يشرب ليه؟ طب ما انا كل حفله اشمعنى المره دي؟